معانا محمود طلعت. الو يا الو محمود، استاذ يوسف، انت اللي استاذ والله يا محمود. ازيك الاول؟ انا الحمد لله والله، متوتر شويه بس. ليه؟ متوتر اقول السبب الحقيقي أرجوك. والسبب الحقيقي برضه. قول السبب متوتر الحقيقي شويه ان والسبب. انا اتفاجئت. كنت في الطريق سايق وجات لي المكالمه. انت حضرتك سامعني يا استاذ انا يوسف؟ معاك جدا. لا ده انا مركز. قول. في الطريق سايق وجات لي المكالمه، ففجاه انا مع استاذ يوسف الحسيني وقاعد كمان بس. نعم انا معاك يا باشا، كمل. وقاعد كمان بسمع المقدمه بتاعت حضرتك بجد والنقد للفيلم، فانا كنت عايز اكمل الصراحه. انا نسيت ان انا معاك والله. ده انا طولت قوي، ده انا كده رغيت يا محمود. انا لا مش عارف لا اللي انت والله، قلته بالله ده والله، مدح ولا ذم. ضو هات لا لا بقول اخطف رجلك والله وتعالى مدح. دلوقتي. لا لا مدح مدح. طب يا عم ربنا يخليك، خلي بالك انه من الناس التي لا تهوى اي مدح على الاطلاق، واشعر لا والله بالحقيقه كان ده مدح تستحقه. يا اخي ربنا يخليك. طب ده كده السبب الحقيقي، في السبب الحقيقي التاني بقى. لا السبب الحقيقي التاني ان انا عرفت ان حضرتك بتطلع تتكلم لايف، ما بتبقاش محضر اسئله ولا اي حاجه، ف بس حقيقي قلت ربنا يستر عليا. يا ساتر استر يا رب. بص يعني السببين حقيقيين. اولا سيبك من انا هطلع مع يوسف ولا حاجه، يوسف اضعف خلق الله يعني، ما تحطش في دماغك. بص يا محمود، انا بحب الوثائقيات فعلا فعلا. انا راجل يعني افتكرت من يومين ان انا بكره هيبقى عندي 48 سنه، رسمي نظمي فهمي. فانا احب الوثائقيات من وانا عيل صغير، كنت اتفرج على وثائقيات بصوت الاستاذ صلاح حافظ كاتبنا المعروف رحمه الله عليه، استاذ محمود ياسين. تابعت الوثائقيات بقى بتاعه استاذ علي الغزولي، حدوته. انا راجل بتاع وثائقيات جدا جدا. لا واضح فعلا والله من المقدمه بتاعت حضرتك. لا ربنا يخليك. واسعدني الحظ ان انا اشتغلت شويه وثائقيات على قدي في فتره من الفترات، وكانت كلها متعلقه ب يعني الدواعش والاخوان والكلام ده. فانا ببص على الحاجه من باب، يا ترى انا كمشاهد عادي استمتعت، ويا ترى انا كراجل مش هقول متخصص لكن ساهمت بجهد على قدي في العمل الوثائقي، انا مقتنع ومبسوط فنيا ولا لا؟ انتوا كفريق يا محمود مية 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 مية. بين قوسين بقى، انت طلتك رائعة الحقيقة يعني وجميلة، وانا اظنها محطوطة في الجون برضو يعني، انت طالع البطل. الحمد لله الحمد لله. احكي لي الحدوتة دي يا محمود. انا يعني انا فعلا مش عارف انا احكي الموضوع زي ما انا دايما بشوفه يعني. يعني هو ادهم الشرقاوي يعني الحمد لله ربنا كرمنا، احنا ما كناش نعرف ان هو اللي هيبقى البريمير بتاع القناه يعني. بس انا بتمنى يا رب يا رب يا رب يكون وشه خير عليا ويكون البريمير بتاعنا كمان يعني باذن الله. ثق من ذلك، انا اتوقع كده بقوه. يا رب يا استاذ يوسف. في نفس الوقت هو الحدوته ببساطه ان احمد الحسيني المخرج بتاع ادهم الشرقاوي، احمد الحسيني شاطر قوي ومذاكر قوي، وانا بتكلم عن الجزئيه الخاصه بيا بقى كممثل، ان احمد الحسيني يعني مش قال لي انا هو عايزني اعمل ايه وسابني اذاكر. لا احمد الحسيني يعني حتى كان في اعداد قبل التصوير بكام يوم، طبعا سبقتها اعداد كتير قوي معاه، بس اللي قبل التصوير بكام يوم دول بالذات معاه هو محمد بيومي، شرح لي كل التفاصيل اللي هتحصل يكاد يكون قال لي على الموتيفات اللي هبقى بستخدمها في ايدي عشان ابقى عامل حسابي. فاحمد الحسيني بجد شاطر جدا، وللامانه للامانه اي نعم تصوير الشخصيه ذات نفسه كان يعني مرهق شويه، بس لا للامانه هم كانوا موفرين لنا يعني الظروف اللي نشتغل بيها بجد يعني، واحنا حابين الموضوع يعني. تصوير الشخصيه مرهق ليه يا محمود؟ هقول لحضرتك، احنا بنقدم ادهم الشرقاوي اللي انا شخصيا مثلا انا طول الوقت مرتبطه صورتي في ذهني بالفنانين اللي عملوه قبل كده، طبعا الفنان عبد الله غيث وطبعا الفنان محمد رجب، بس مثلا هتلاقي ان ادهم الشرقاوي ممكن تتخيله كبير شويه في السن. ادهم الشرقاوي بدا قصته اصلا من وهو عنده 17 سنه واتقتل 23 سنه، فادهم الشرقاوي يعني شاب صغير جدا طبعا. بس هو في نفس الوقت حد الذكاء، سواء بقى اختلفت الروايه اتفقت الروايه، ادهم مجرم ادهم بطل ادهم حد الذكاء.
فالتفاصيل دي هي اللي بدأ أحمد الحسيني يشرحها ويشرحها كويس، ويعني أتمنى أكون طلعت فاهمها يعني على الشاشة. بس أنا دايما يلفت نظري في النوع ده من الوثائقيات هو التركيز الدرامي، لأنك أنت مش بتطلع في مجموعة مشاهد متصلة ومتسقة وبتفضل متسلسلة حتى نهاية العمل، أنت بتركز بالضبط. كل طاقتك كممثل أنك توصل لي شعور معين عشان بعد كده أنا هكمل في حالة سردية بعيد عنك. بالظبط. وده صعب. صعب وحمل. بس بالظبط. أنا للأمانة ما شفتش الانترفيوز كمان اللي يعني وانا بعمل الشخصيه، ما اتفرجتش على الانترفيوز، وده كان الجزء كمان اللي خلاني متهيألي ان الجزء اللي استخبى ده يعني نشتغل على الخيال اكتر. بس طب قول لي يا محمود، انت في رايك ادهم الشرقاوي بطل ولا مجرم؟ بص، وانا مكون رايي برضو يعني نتيجه اللي انا سمعته كله، لان كان في بالمناسبه كان في اللوكيشن اللي احنا بنصور باحث شخصية أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي في رأيي شقي. بص، مش عايز يعني مش عايز أقول مثال شقي، في حاجات طبعًا اتفقنا عليها إجراميًا، الراجل اللي هو قتله في السجن دي الرواية تقريبًا اللي كل الناس متفقين عليها، بقى دي الرواية ما فيهاش أي اختلاف. لكن باقي الروايات هتلاقي المشاهد معمول المشهد ومعمول الرواية لعكسها. فأدهم الشرقاوي ممكن يكون يعني مش يعني في ناس مثلا بيظهروا وقت الثورات والكلام ده كله هم جدعان ومش عارف ايه، بس ممكن يرتكبوا افعال اجراميه، فيبقى مزيج. بالظبط. هو علشان سنه يعني هو بالنسبه له هدف ثاني يعني. صح. بالظبط. محمود انا اتمنى لك كل التوفيق، واتمنى ان انا اشوفك بقى في اعمال اكتر، وانا مش هقول اكبر لان انا اشوف انه عمل ادهم الشرقاوي ده عمل مهم جدا 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 جدا، اظنه هيفرق كتير في تاريخك في يوم من الايام كده بعد 20 سنه هتظل دايما فخور بيه باذن الله. كده كده يا رب باذن يا رب. الله. شد حيلك يا محمود. حبيبي اشكرك جدا اشكرك جدا، ومش عاوز اعطلك لا عن السواقه ولا عن المشوار. أشكرك كل الشكر للفنان محمود طلعت بطل فيلم أدهم الشرقاوي. بصوا، تابعوا الوثائقية كويس قوي قوي، ده نصيحة. أولا أنت هتستفيد كتير وهتستمتع كتير. مبروك مرة تانية لكل فريق العمل.